اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم بيت عبده وشيما وشيم. كده اهلا مساء بيكم، الخير ومساء السعاده مساء ومساء النور. الحب ومساء السنه ان شاء الله. احنا بنودع سنه وهنبتدي سنه جديده ان شاء الله. سنه جديده ان شاء الله ربنا احسن. يجعلها سنه سعيده علينا ان شاء الله. احنا دايما عودناكم ان احنا بنجيب فقرات عن الشباب، عن المشاريع الجديده، عن كل حاجه بداوا فيها، بداوها ازاي، وصلوا لايه. النهارده احنا معانا الباشمهندس ابراهيم صاحب شركه موزاريلا فريش. اهلا بيك يا باشمهندس. نورتنا اهلا يا باشمهندس. الله يخليك. ميرسي، ربنا يخليك. باشمهندس ابراهيم، النهارده احنا هنعرف منك بقى قصه البدايه لغايه النهايه، ازاي بدانا ووصلنا لموزاريلا فريش. طيب احب اعرف منك يا باشمهندس ابراهيم، الاول تعرفنا بالشركه هي ايه وايه منتجاتها وبتعمل ايه، فاتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شركه موزاريلا فريش هي شركه ناشئه في السوق المصري، بتعتمد على التوريدات الغذائية والتوزيع وبس، لكن ده التصنيف للشركة نفسها، لكن هي الفكرة في منتجات الشركة نفسها والشغل بتاعها في السوق المصري. غالبا بيبقى يا إما شركة شغالة بتنتج منتج معين أو شركة بتوزع منتجات معينة. إحنا عندنا الاثنين مع بعض. يعني الشركة حاليا في مصنع، يعني في منتجات ليها بتاعت الشركه نفسها، في مصنع بينتج، وفي شركه توزيع منفصله تماما ماليا واداريا وكل حاجه خالص عن المصنع، توزيع المنتجات منفصل تماما عن المصنع، وفي جزء للتعبئه. تمام. فالثلاثه دول منفصلين. تمام. ده للوضع الحالي للشركه. طب ايه بقى هي فكره البدايه للمشروع نفسه؟ والله يا استاذ شيماء، انا مش عايز اصدم حضرتك واقول لك ان الفكره هي كانت صدفه بحته قدريه. يعني الموضوع ان انا اصلا مهندس في السعوديه وماليش علاقه خالص بموضوع التجاره دوت، ولا لي علاقه خالص بالاساس، لكن هي بدات يعني اختي شاطره شويه في موضوع النت والحاجات دوت، فهي بدات معايا يعني توصيله، دايما بقولها كده توصيله، ان هو يا ابراهيم خد الحاجه دي وصلها بس في الاتجاه الفلاني وانت ماشي. بس انا كده يعني بقضي اجازه في السعوديه، وهي يعني بتاخد الموضوع دوت يعني انها بتشتغل فيه مثلا يوم في الاسبوع كحاجه كده وقت فراغها او حاجه، وزوجها طبعا بيساعدها فيه. هما الاثنين بداوا ان انا بس مجرد بساعدهم ان احنا بوصل بس حاجات، يعني مش عايز اختصرها شبه ديليفري، لكن هي تسميها حضرتك ديليفري، ماليش علاقه بالمنتج ولا علاقه بالمنتج نفسه ايه ولا الفكره نفسها جت وقتها من الوقت ده. الفكره لا هي كانت مختصره بس على زي اي حد بيشتغل في اي حاجه، لي بارت تايم، انا راجل نازل اجازه بشتغل، يعني باخد حاجه، انا كده كده مثلا عندي وقت فراغ، فانا باخد قضاء اجر عليها، وهم برضو نفس الموضوع، يوم اجازتهم ولا حاجه بياخدوا وقت اضافي. لسه ما فيش فكره ولا في كيان ولا في مشروع في الاصل. دي البدايه عامه، دي هي البدايه المرحليه، يعني في بدايه الشركه كشركه احترافيه، وفي بدايه الشغل او النشاط نفسه. دي بدايه انا في النشاط، لدرجه ان احنا حتى ما كناش نعرف حتى مسميات المنتجات او انواعها، ما لناش علاقه بحاجه خالص. يعني تسويق بس، منتجات بتتوصل من مكان لمكان فقط لا غير. لكن هي ما بقتش كيان او حاجه، لا هي مجرد بس، يعني لدرجه انا نفسي شخصيا كنت بستهتر بالموضوع، يعني ايه الموضوع دوت، يعني ما يعني ما ايه ديليفري، لكن يعني وقت بسيط. طب اكيد كل مشروع باشمهندس حد بيبدا فيه او بيعمل بيلاقي صعوبات، انتوا بقى الفكره اتكونت امتى وبداتوا ايه الحاجات الصعبه اللي بدات معاكم لغايه ما بدات الفكره تتكون فعلا وبداتوا كمشروع؟ والله يا استاذ عبد الرحمن، تضحك تسميها تلاقي اقدار، يعني لظروف معينه. انا كنت مثلا مهندس في السعوديه، بفكر ارجع مصر واشتغل في مصر سواء برغبتي او غصب عني. اختي وزوجها عندهم يعني نبته او بذره، لكن هم مش واضح الهيكل بتاعها. فبدا الموضوع ان انا تقريبا يعني قعدنا فتره، بدا الموضوع يعني بدا نعتبره كشغل، لا احنا مسكين كل يوم اجازه وعشان نشتغل في الموضوع ده. بعد شويه لقينا ان احنا محتاجين نسمي اسم الناس تعرفنا بيه، يعني انا محتاج اسمي اسم الناس تعملنا بيه. فكانت الفكره فكره المسمى اللي هو موزاريلا فريش، هو اسم منتج، وفي نفس الوقت في كلمه فريش هي صيغه تعبيريه بتختصر المنتج كله، لكن لسه الصوره مش واضحه. لكن بدانا ناخدها كيوم اساسي شغل لينا، بدات هي تتطور من يوم شغل
لا دي بقت يعني شغل هنأسسها شركه، لكن هنأسسها ازاي شركه مش واضح ولا عارفين. ده اللوجو اللي انتوا اخترتوه يا باشمهندس، لوجو موتزاريلا فريش. ده اللوجو بس ده بعد مراحل كبيره يعني. الكيان يعني بفضل الله دلوقتي الكيان يعني احترافي احترافي كشركات تقريبا من سنه، اللي هو كل شغل شركات. لكن برضو عايز حك يعني برضو دي رساله ضمنيه لاي شاب بيبدا في البلد او بيستثمر، ان ما كانش واضح احنا رايحين فين. لدرجه انا كنت براجع بالعربيه مثلا بمشي في الطريق انا مش عارف انا رايح فين، يعني الموضوع ده هيكبر هيكبر ازاي. طب اللي عنده هايبر او سوبر ماركت بيكبره، بيبقى كذا سوبر ماركت او هايبر كبير. اللي عنده مطعم بيكبره، اللي عنده دليفري حتى بيكبره كذا دليفري. احنا مش حاجه من الحاجات دي كلها. فكان عندنا مشكله ان طب هنكبر ده هنكبره ازاي، المشروع هيوصل لايه، هيتحرك ازاي. فبنسميه انه حاجه مشروع عائلي يعني. برضو تلاقت الاداره ان اخويا مثلا برضو بنفس الموضوع برضو مسافر وكده، فهو اللي بدا يشجعني برضو يقول لي ابراهيم طب اعتبر دي مشروع ليك. لا انا يعني طب انا شهادتي وشغلي وبتاع هضحي بده كله واخش في تجاره. انا اصلا ما اعرفش حتى ابسط القواعد بتاعتها ايه يعني. حتى بغض النظر عن ابسط القواعد التجاريه انا اصلا ما اعرفهاش. وطول عمري حتى يعني بنشتغل في شركه او بشتغل في حاجه بتقاضى اجر شهري، لكن فكره ان انا هسيب ده كله وابدا ناس الشركه لا كانتش لسه واضحه الاطار العام ليها قوي. طيب يا باشمهندس انتوا يعني ازاي كنتوا فريق عمل واشتغلتوا ازاي؟ بص يا فندم، هو فريق العمل اتكون على شقين. فريق عمل حسب متطلبات. في الاول كان متطلبات يعني بنوصل بس شغل، بعدين بدات عينينا تيجي طب ما انا انتج شغل واستغل الثقه اللي بيني وبين الزبون. فبدات انا احتاج يعني مجموعه معايا تشتغل. المجموعه معايا دي تقدر مثلا برضو ابص على احد الاقرباء، احد قريب ليا، اللي هو ايه عشان انا يعني ماديا ما اتحملش ان انا ادفع مرتبات وكذا. وفي نفس الوقت بدات طيب انا في زباين انا هوصل لها، لكن انا عايز اكون قاعده من عملاء الجمله. وبرضو فكره قاعده عملاء الجمله ديت ما جاتش غير بعد ما بقى في قاعده عملاء جمله. يعني انا مثلا بدي عميل مثلا في بلد معين هو بياخد اوردر بسيط انا بوصله له بطريقه ما، لكن بعدين هو نفسه عايز يشتغل معايا. طب انا هوصله ازاي، انا هشتغل ازاي. فبدات يعني على حسب المتطلبات، يعني على حسب السوق بدأنا نوفر. في بداية محتاجين توصيل، طب نشوف مين هيوصل. طب محتاجين مندوبين، لا بلاش مندوبين، انا واخويا مثلا وزوج اختي واختي، يعني على قد ما نقدر اشتغلتوا مع بعض على قد ما نقدر. ليه؟ لان عائليه وما نتحملش فكره التزامات شهريه وكذا وكذا. ده شق العمل، ده شق فريق العمل اللي هو بتاع الشركه. باشمهندس ابراهيم ارجع لك بس اقول لك، كان قرار اكيد صعب انك تاخد القرار ان انت خلاص مثلا هتوقف شغلك في الخارج او هتنزل او هتصفي المجال بتاعك وتدخل في مجال جديد ما تعرفش عنه شيء. خدت القرار ده ازاي وايه اللي خلاك تتحفز انك تكمل مع ان يعني انت ما تعرفش المجال ده فيه ايه؟ انا زي ما بقول لحضرتك هي تلاقت الاقدار. ان انا لو كان باختياري، لو يعني انا متاح ليا او يعني هشتغل دي او هشتغل دي، يمكن ما كنتش اخترت مجال التجاره بصفه عامه. لكن يعني لظروف ما خلاص شغل في الخارج انتهى ونشتغل في مصر، فقبل ما بشوف مثلا وظيفه استقر فيها فبشتغل في ده كبارت تايم. فبدا البارت تايم ده يبقى هو الشغل الاساسي لينا، وبدانا كمان نبلوره ونديله حقه. لكن هو لا شك فكره ان انا او غيري او حتى اخويا او اي حد بصفه عامه هيضحي بالتعليم اللي اتعلمه والشهاده اللي اخذها وده كله ينزل السوق وهو اصلا ما يعرفش عنه حاجه خالص ولا يعرف ابسط معطياته، فالموضوع صعب جدا. لكن تقدر تقول حضرتك ان خلاص انا رجليا جت، رجلينا جت وخلاص، فهنروح فين؟ يا اما نكمل يا اما نرجع. فانا دايما كنت حتى بقول للشباب والمجموعه الموجوده حاليا موجوده معانا بفضل الله مجموعه كفي جدا، دايما بقول لهم لو انا خرجت بره انا هشتغل في مجالي وحضرتك هتشتغل في مجالك وانت هتشتغل في مجالك، ايه الفكره؟ ايه المشكله لو كلنا اتجمعنا هنا ووقفنا جنب الكيان ده او الشغل ده وكبرناه؟ هو مش شغل مش شغل شخص، لان هي في الاساس شركه شركاء. ان احنا نعتبر ده كيان وبندي له حقه وبنكبره. بس فكان فعلا قرار صعب جدا جدا جدا، لكن حاليا انا بفضل الله لا مش ندمان عليه. وخصوصا ان انا يعني كل واحد فينا على حسب تعليمه بدا يستثمر التعليم اللي اتعلمه دوت في الشغل. في الشغل. طب عايز اعرف من حضرتك بقى، كلمنا ايه هي خطط التسويق والمنتجات والصعوبات اللي انتوا اللي كانت فيها؟ انا زي ما حكيت يا استاذ شيما المصطلحات الجميله دي كلها ما كانتش موجوده وقتها. يعني هو كان شغل حاجه سميه
يومي وعلى سجاد جدا يعني انا اصلا ما اعرفش اي حاجه من الحاجات دي خالص، لكن هو شبه ان انا يعني انا مثلا عندي عندي منتج اوكي انا حاجه من الاثنين، المنتج دوت يا اما انا بنتجه او بوزعه. انا بوزعه انا ولا بنتج ولا بوزع في البدايه. انا ولا بنتج ولا بنتج، انا مجرد وسيط. طب انا عايز يعني اخش اي حاجه، طيب بتوع الجمله بيعمل ايه؟ بياخد منتج ويوزعه على مطاعم على كذا على كذا. لا، فشلنا فشل ذريع، ما اكذبش على حضرتك، فشلنا فشل ذريع جدا. ان انا تحديدا ان انا حاولت بقى خلاص بدل ما كان يوم في الاسبوع نشتغل فيه، لا نشتغل فيه طول الاسبوع، ان انا احاول ان انا ادخل منتج. طب مطعم، طب هايبر، طب سوبر ماركت، طب كذا، مفيش حد يقبلني خالص خالص. وانا اصلا ما حتى ابسط مكونات المنتج اللي انا ادخل بيها على اي مطعم او سوبر ماركت او كذا انا اصلا مش عارفها ابجديات، انا مش عارفها. وما تحملش فشل يعني ما يعني انا يعني حتى العربيه نفسها اللي بنسوق بيها عربيه مش ملك، ده عربيه متاجره باليوم. فالموضوع جدا كان صعب جدا كان صعب. حتى هستأذنك هنا يا عبد الرسول نوريها للناس، نعرفهم ان الطبيعي في اي شغل لازم يكون فيه صعوبات وفي عواقب احنا بنواجهها، لكن احنا لازم نكمل كتير جدا. لما كملنا وحضرتك كملته ما شاء الله دلوقتي يعني بقى في شركه وبقى في منتجات ومعروفين. انا يعني انا عايز اقول لحضرتك انا في مرحله من المراحل يعني مثلا عربيه الملكي اتخبطت في الشباب عربيه ايجار، الفلوس نفسها اللي رايحين نتسوق بيها مثلا وقعت ضاعت في الشارع، اعتزلت الحياه كلها مثلا يعني من ثلاثه. فشل 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 فشل. لكن النجاح بيبقى مراحل متراكمه من الفشل بنتجنبها في الاخر بنوصل الحمد لله. ايوه يا باشمهندس، احنا بقى معانا المنتجات حاليا للشركه بقى، يعني المنتجات دي اللي هي الشركه بتقدر توزعها دلوقتي. ايه المنتجات؟ يعني حضرتك تبدا تقول لنا كده المنتجات بتاعت الشركه. هو احنا الصيغه بتاعت المنتجات برضو استاذ عبد الرحمن احنا اعتمدنا على صيغه مختلفه للتسويق. ده عسل فيه مكسرات ولا ده عسل؟ ده عسل مكسرات. عسل مكسرات. يعني دلوقتي بقى في تعبئه وفي منتجات، دي منتجات كلها في منتجات احنا بنوزعها. ما ديت انا كنت عايز اوضح ان انا المنتجات اللي احنا بنعملها تعبئه او بنوزعها هي منتجات في بعض الاحيان بتبقى منتجات موسميه زي موسم الشتاء او موسم رمضان او كذا او كذا زي او كذا زي اليميش والحاجات دي. يعني انا بدات استغل الثقه اللي بيني وبين المستهلك. ما هو انا دلوقتي خدمتني الموضوع ان انا اتقفلت في وشي ابواب الجمله. ده ايه سوسيس؟ يعني دي بعض المنتجات سوسيس. ده سوسيس يا فندم. وايه الحاجات الثانيه دي؟ ديت مثلا هوت شوكليت، في الكاكاو، ولا زال لحد النهارده دي كلها اجتهادات يعني. دي كلها مراحل اللي بنجتهد فيها وجاري تعديل كل المراحل دي يعني. كل ده احنا بنجتهد فيه. ده مثلا كورن فليكس مثلا للاطفال الصغيرين. دي مثلا سمنه ولا سمنه. دي بعض من المنتجات، لكن منتجات الشركه تقريبا اكتر من 400 منتج. اكتر من 400 منتج. منتج من اول التوابل لحد الكنافه. يعني بتشتغلوا توابل كل حاجه فيها. ما انا بقول لحضرتك ان فكره ان انا اتقفل في وشي او اتقفل في وشنا الابواب بتاعه ان احنا ندخل منتجاتنا اي سوبر ماركت او هايبر او كذا. بدانا زي ما حضرتك شايفه ديت بعض منتجات رمضان. بدانا ان انا طب انا الملاذ الاخير بالنسبه لي المستهلك. طب انا اوصل للمستهلك. فبدانا بابسط وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك او الواتساب او كذا او كذا او كذا. ان انا حتى ما عنديش حتى يافطه، ما عنديش حتى يافطه، مش حتى ستيكر. فبدات اوصل للمستهلك. المستهلك نفسه بقى هو التارجت الاساسي بتاعي. فبقى المستهلك انا بستفيد منه حاجتين. اول حاجه ان هو بقى بيعمل لي قاعده عاليه جدا، وفي نفس الوقت بقى هو يضغط على اي عميل جمله في البلد اللي هو فيها انه يتعامل معايا. ده شق. الشق الاخر ان بقى المستهلك ده نفسه هو نفسه بقى تارجت ليه، بقى هو عميل يعني. هو بقى انا بوصل له اوردر مره اثنين ثلاثه بقول لك طب ما انا اخد منكم مثلا ووزع في البلد هنا. فبدات هنا فكره ان احنا بفضل الله حاليا توفيق ربنا سبحانه وتعالى بنغطي تقريبا جميع انحاء الجمهوريه بشبكه عملاء جمله. كل عميل ليه حيز جغرافي معين شغال فيه، الشركه بتقدم له كل الخدمات سواء هي خدمات نقل او حتى الشنطه اللي بياخد فيها الاوردر عليها شعار الشركه. كل حاجه. بس طبعا دي يعني جت بعدين يعني بقينا طبعا نطور حتى من المنظومه نفسها. يعني وصلتوا للتطور ان انتوا قدرتوا توزعوا في كل مكان وبقى ليكم موزعين حاليا على مستوى الجمهوريه. على مستوى الجمهوريه بفضل الله. وبدانا حتى الموضوع برضه يا استاذ الرحمن انا مش عايز اقول ان هو كان سهل، لا هو صعب جدا. ويعني اي حد بيحكي عن النجاح بيتبرأ من الفشل، لا احنا كان في البدايه في مراحل فشل ذريعه يعني مثلا حتى مستلزمات التشغيل اللي احنا كنا محتاجينها، اي حاجه احنا حتى ما نعرفش ابجدياتها.
يعني انا مثلا انا او شركاء معايا اخويا او اهلي او اختي او جوز اختي او كذا، شركائنا دول مثلا عشان انا ادخل على اي مصنع او شركه اقول له انا عايز كذا، انا اصلا ما اعرفش المنتج اسمه ايه. طب يا باشمهندس ايه اللي خلاكم تكملوا مع ان في صعوبات وفي حاجات كان ممكن اي حد ممكن لا خلاص مش هكمل لا هرجع، ايه اللي خلى باشمهندس ابراهيم والشركه معاه ان هو يكمل لا لسه فيه هيبقى في حاجه، ايه بقى الدافع ده؟ والله يا فندم هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر، يعني هي بتكتشف في وسط في مرحله من المراحل كده ان انت في وسط المحيط، فانا ما ينفعش ارجع، انا يا اكمل يا هغرق، لان انا لو وقفت هغرق وفي نفس الوقت لو كملت طب انا لازم اقاوم، يعني مش عايز اقول لحضرتك شغل بيبوظ، منتجات بنخطئ فيها كتير جدا، منتجات مثلا بيحصل فيها كذا، منتجات بيحصل فيها كذا، لكن الدافع الرئيسي ان يعني مره من المرات مثلا احنا بنعتمد مثلا على اسلوب ان احنا منافس توزيع، عربيه الشركه بتنزل في مكان معين انا بعتبرها كمحل متنقل، بتنزل في منطقه معينه في محافظه معينه بتبيع منتجات، فاوقات كتير مثلا ممكن يحصل مشكله فالعربيه ترجع مثلا بالشغل اللي فيها وكذا، طب دي عربيات متكلفه كتير جدا وانا ماديا ما اتحملش، ففي اوقات كتير كنا بنحبط، بس انا كنت بعتبر نفسي اخر حيطه، لو انا كمان احبط المجموعه الموجوده كلها هتحبط، فبقى ممكن يعني داخليا ممكن ببقى يائس او كذا او كذا، لكن لا نقدر لا ان شاء الله نعافر ان شاء الله. طيب عايزين نعرف بقى من حضرتك ايه هو طموحي اللي عاوزين الشركه توصل، طموحكم ايه بقى انت كحضرتك باشمهندس وكل اللي معاك شركاء حضرتك؟ والله يا فندم انا دايما يعني سبحان الله حاليا انا ما اعرفش يعني الشركه بفضل الله رب العالمين يعني بتكبر، و يوم بعد يوم احنا بنحرص ان احنا يعني نخلي المستهلك بيثق في علامه تجاريه تريد مارك، يعني كلمه موتزاريلا فريشيه بالنسبه له دي علامه تجاريه بيثق فيها جدا، فان احنا بنزود ثقه المستهلك فيها، وفي نفس الوقت ان انا بحاول اقدم خدمات اكتر، احاول اتوسع اكتر، لكن برضو اكدب حضرتك يمكن يبقى لنا لقاء تاني بعد كام سنه ان شاء الله، ما اعرفش كمان سنه او سنتين احنا رايحين فين، لكن قدر المستطاع اي حاجه اي فرصه بتجيلنا او حتى هي شبه فرصه احنا بفضل الله بنستغلها وبنعملها بنوجدها فرصه. طب باشمهندس ممكن كده سريعا تشرح لنا المنتجات دي عباره عن ايه مثلا لو سريعا كده؟ قبل الحته دي يا شيماء انا كنت عايز اعرف الاول عمر الشركه دلوقتي قد ايه يا باشمهندس من ساعه ما بدات لغايه دلوقتي؟ بص يا فندم هو كمسمى شغل هي كذا مرحله، المرحله الاولانيه ان هي بارت تايم يوم جمعه بس بنشتغل فيه، دي مثلا من 5 6 أو 6 سنين اذا ما تسيبنيش، لكن في بعدها مرحله تانية وسطيه كده اللي هو ايه احنا مش يعتبر مش حاجه، ولا انت شغال فيها ولا انت مش شغال، انت شغال في حاجه ما لهاش مسمى تحديدا لكن بشتغل فيها يوميا، لكن كشركه احترافيه بمعنى كلمه شركه ككيان وكاداره وكنقل وموظفين يعني تعتبر بقالها تقريبا سنه ونص سنتين تقريبا، وبفضل الله حتى يعني حتى المعدلات النمو بفضل الله مختلفه يعني يمكن الشهر ده غير الشهر اللي فات في استمراريه دايما مش الله يخليك يا فندم. وبالنسبه لمنتجاتكم علشان كنا بنتكلم كده احنا قلنا في توابل وفي عندهم اكتر من 400 منتج مختلف، لكن ايه يعني ازاي بتنقوا المنتجات دي يا باشمهندس؟ يعني ايه اللي بتنقوه؟ يعني تختار المنتج ازاي؟ اختيارك للمنتج؟ انا يا فندم في البدايه زي ما قلت لحضرتك كده احنا ما كانش فيه منتج، لكن المنتج الاساسي عندنا مثلا الجبنه، مثلا جبنه الموتزاريلا عشان من هنا تسمى اسم الشركه موتزاريلا. لا ما كانش لا الانتاج جه بعد بعد فاحنا اشتغلنا العلامه التجاريه دي بقت بعد الانتاج، حاليا الانتاج الفعلي هو الموتزاريلا، لكن في منتجات كتيره جدا يعتبر تقريبا اكتر من 60% من المنتجات انا موزع ليها فقط، و40% من المنتجات انا بلبي رغبه المستهلك، يعني انا ما انا بقول له مثلا احنا في موسم الشتاء مثلا، طب انا عندي بعض حضرتك مثلا محتاجه في البيت ايه، محتاجه كذا وكذا وكذا، انا هوفره بتوفره، حضرتك محتاجه مثلا في موسم رمضان محتاجه ايه، انا هوفره حضرتك. طبعا لا شك بنغلط كتير جدا وبيبقى فيها خسائر كتيره، لكن بيبقى بفضل الله انا بنوجد طريقه جديده برضو للتسويق. تمام يا باشمهندس احنا كنا سعداء ان حضرتك معانا، بس انت معاك دي تقدر تشكر فيها اللي انت عايزه او توجه رساله اللي انت عايزه. اتفضل. الله يخليك يا استاذ عبد الرحمن، انا بدايه طبعا انت حضرتك قلت حضرتك وصلنا لفين، لكن الشكر كل الشكر طبعا لامي ووالدتي طبعا وقفت معانا وقفه كبيره جدا، لان احنا بدانا من تقريبا من اوضه في الشقه عندها
وطبعا لان احنا مش كيان او كذا او كذا، فكنا ما كل ما نروح نقدم في اي جهه حكوميه على قرض او كذا يقول لك انت مالكش مسمى ولا انت شركه ولا انت سوبر ماركت ولا انت لسه ناشئ يعني. فكانت حقيقة بتقف ورا منا في كل الدعم يعني، ولا زالت لحد النهارده بتقف معانا كل الدعم. وطبعا يعني حتى والدي ربنا يديله الصحه طول العمر برده واقف معانا، ولحد النهارده بفضل الله حتى ما بنستغناش عنهم يعني، مش وجود موظفين او كذا لا، دايما بنرجع لهم برده، فلهم الشكر كل الشكر طبعا. ربنا يبارك لك فيك. الله يخلي حاجة يا فندم. نورتنا يا باشمهندس. نورتنا وحضرتك رسالة لكل الشباب اللي عايزين يبدأوا في مشروع. يعني النهاردة كان معانا باشمهندس إبراهيم، ودي رسالة لكل حد عايز يبدأ مشروع، يبدأ ما يخافش. مهما واجه صعوبات والعقبات برضه يكمل. هتوصل قادر انك تعمل حاجة ناجحة جدا بمجهودك وبالثقة. احنا كان معانا نموذج النهارده هو باشمهندس، فما شاء الله. لا انا بمثل مجموعة من الشركاء، ما تيأسرش منهم ما يجوا، لكن هم الشركة حضرتك شركة شركاء. شركاء انا بمثلهم. حضرتك بتمثلهم النهارده. شكرا ليك جدا. شكرا جدا. احنا هنطلع فاصل عشان الفقرة التانية تبع شيمة اللي بتحبها شيمة قوي، فاستنونا عشان فقرة شيمة. فاصل ونرجع لكم. يلا فاصل. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والفقره اللي شيما بتحبها وكل واحده متابعه برنامج بيت عبده وشيما بيحبوها هي الفقره القريبه. يعني انا نفس الفقره دي بحبها جدا جدا. واضح جداً. واضح عشان كده ان انا ايه يعني هسيبك يا شيما وترحبي بقى بضيوفك وتشوفي. لكن انا ايه، انا طالعه اشرب شاي. مع السلامه يا حبيبي. الثلاثه شاي هنا لو سمحت بقى. ماشي في البيت لو سمحت بعد اذنك. طيب نرجع لكم بعد فاصل مشاهدينا. طبعا الفقره دي زي ما انتم عارفين ومتعودين القريبه كده القلب والقلب كل بنت متابعه بيت عبده شيما. احنا معانا ميك اب ارتست عزه. ازيك عزه؟ عامله ايه؟ ومعانا الموديل الجميله توتا. ازيك يا توتا؟ نورتيني قبل كده كتير وبتنوريني دايما حبيبتي يا توتا. طيب عزه احنا عايزين نعرف كده في الاول، ابتدينا امتى تمام المجال ده؟ و خلينا اول نتكلم ابتدينا امتى؟ من حوالي سنتين. بس كان فيهم فتره حمل وولاده وكلام من دوت، بس بقى راجعه يعني الفتره ديت ان شاء الله راجعين بقوه يعني. باذن الله. طب قولي لنا الاول، هو انت خريجه ايه يا عزه؟ انا معايا ليسانس اداب. ليسانس اداب ومكمله واخدت سنه تربوي. ما شاء الله. طيب احنا بقى الاول دلوقتي هنتكلم بقى طبعا العرايس. احنا معانا الموديل الجميله دي، احنا عاملين لها لوك عروسه. تمام. يعني شايفين طرحتها بقى وما شاء الله لايقه عليها. هي عسوله اصلا ما شاء الله. ما شاء الله. طيب كلمينا بقى كده اول حاجه الخطوات اللي انت عملتي بيها اللوك ده. اوكي انا رسمت لها حواجبها، عينيها مبطنه. اوكي كان في هالات وحبوب داريتها كوركتر اورنج تحت الهالات. طبعا احنا كل البنات اي بنت عندها كلنا عندنا هالات وده طيب طبيعي يعني. طيب. فكلنا بنعاني من داريت الهالات، وكان عندها حبوب داريتها برضو بالكوركتر اخضر، وحطيت لها البرايمر والفاونديشن والروج والليبستيك.
طيب اوكي. طب احنا لو عايزين نعرف بقى، لو انا دلوقتي عروسه وعايزه احجز معاكي، ازاي احجز او اكلمك قبل المناسبه بقد ايه؟ يعني قبلها مثلا بشهر او شهرين، بحيث ان انا اظبط معاكم المواعيد وكده. يعني هو ده الوقت بيبقى المناسب اللي انت تتصلي بيا فيه، عشان لو في حجوزات او حاجه يبقى في مكان ان شاء الله. يعني قبلها بشهر مثلا. يعني لا، والعروسه شهرين بقى بتبقى عارفه اصلا ميعاد الفرح اوريدي قبلها بكتير، فيبقى عندها مساحه ان هي عشان حجوزات تمام ان هي تتصل تحجز يعني قبلها وكده. طيب لو جينا نتكلم بقى في نقطه مهمه جدا، وهي الكونتورنج، فكلمينا بقى، عايزين نعرف، كلمينا على الكونتور وانواعه وايه فايده الكونتور معانا. بصي، هو في كونتور باودر وفي كونتور كريمي. اوكي، الباودر دوت اللي هو بيبقى يومي استخدام خفيف، تمام. كونتور الكريمي اللي هو بيستخدم للعرايس، الخطوبات، السواري، وبيفضل اللي هو يستخدم بس للمناسبات، اما لو يومي بيبقى مرهق جدا جدا على البشره، اصلا هو طبيعته ان هو بيغمق يعني البشره شويه. كونتور بقى اصلا وظيفته ان هو في اماكن اللي احنا عايزين نلغيها ما نظهرهاش، هو ده بيبقى وظيفته. هو بقى الكونتور ده احنا بنصغر وبنكبر يعني وبنبرز حاجات يعني انا مثلا هنشرح على يعني الوش وكده، لو احنا عندنا مثلا قوره هنا كبيره او بارزه، احنا بنعمل كونتور بحيث ان احنا نلغي الجزء ده، بتغمقي شويه من بغمق من هنا كده، بحيث لو انا في مساحه هنا عريضه لا انا بصغر بحيث ان هي يدي مساحه قليله لو احنا مثلا عندنا خدود اوكي، احنا بنعمل مثلا كونتور من عند منبت الشعر كده وينزل بيه، بحيث ان انا اقلل من كميه الخدود. حاولنا احنا قبل الهوا ان اقلل كميه الخدود اللي موجوده عندي، بس لا انت عسل اصلا يا شيما والله. بس يعني حاولنا ننقذ ما يتم انقاذه. يعني احنا بنحاول نوصل للشكل البيضاوي للوش اللي هو يبقى مناسب. لو مثلا عندك طبعا احنا هنا برده بنعمل له كونتور. لو مثلا مسافه المناخير، ما تنسيش المناخير بقى المناخير مثلا لو عريضه من هنا كده، احنا بننزل بالكونتور بحيث ان احنا بنضيقها، بس ما يفضلش ان انت تعملي كونتور للمناخير الطويله من اول عظمه المناخير، عشان هي بتطولها اكتر، بتطولها بتدي ولو في عظميه برده ما ينفعش ان انت تعملي قبل العظميه، لا بالعكس انت بتعملي تحت عشان ما تظهرش. حلو يا جماعه بنات، ركزوا معانا في النقط دي. يعني لو في عظمه عندك انت مثلا عظمه هنا ظاهره، ما ينفعش تعملي قبلها، انت بتعملي تحتها بحيث ان انت بتلغي العظميه، اما لو عملتها من قبلها بتظهرها. لو مثلا المسافه بين هنا وهنا، في ناس بتبقى شفايف من هنا صغيره، فانا عايزه اطلع الشفايف الروج بره ماشي. لو انت المسافه بين هنا وهنا اصلا اوريدي صغيره، ما ينفعش في الحاله دي برده، ما ينفعش. طيب طب خلينا نتكلم شويه بقى على اللوك. بصي انا فرحانه بيها قوي النقطه دي، عايزه اقول لك يعني هي صديقه البرنامج ماشي. فيعني شايفاها النهارده كبرت ما شاء الله، وبقت عروس قد الدنيا في بيت عبدو شيما النهارده. يعني هي جت لنا وهي لسه بنوته في بيت شيما، والنهارده بيت عبدو شيما عروسه، صح ولا لا؟ عامله لها لوك كده يعني تقيل على من الوسط، هو اللاشز بس اللي هي اللي تقيله شويه، ولبستك ماشي مع لون، اهم حاجه ان اللبستك يبقى ماشي مع لون الشال تمام. بس عامله لها كونتورنج وكده برده للخدود، عشان هي برده قبل البنوته بتقول لي انا عايزه اقلل من الخدود شويه. مش عارفه ازاي، مش فاهمه انت اصلا ما فيش خدود يا طقطه، يعني ده مش ما شاء الله يعني قمر. فقال لي ايوه الحواجب اصلا هي حواجبها برده تخينه شويه بس وحطيت لها التاج. لو مخرجنا جميل بقى يجيب لنا كده طته بقى باللوك ده، تبقى ظاهره كده اكتر عشان المشاهدين هيشوفوا اللوك اللي عاملاه عزه. وحلو التاج قوي ما شاء الله زي القمر. طيب عايزين نعرف بقى البرايمر، بنات كتير جدا بيتكلموا عليه، في بنات ما بيعرفوش او مش ما بيعرفوش، هو سهل بس طيب. ما بيعرفوش المعلومه او فايده البرايمر، فانت كلمينا بقى عن فايده البرايمر. تمام طيب. هو بصي مبدئيا كده ما ينفعش نحط البرايمر كل يوم نهائي، حتى لو انت بتحطي فاونديشن او اصلا ما ينفعش انت تحطي فاونديشن كل يوم، عشان بيبقى مرهق جدا جدا على البشره. حتى لو براند عالي جدا ما ينفعش. احنا نخرج عادي بطبيعتنا، بس ما ينفعش تحطي فاونديشن، عشان بعد فتره هنلاقي البشره بقت مرهقه جدا ومجهده. البرايمر دوت هو بيقلل او بيمنع المسام، يعني لو مسامك واسعه انت بتحطيه قبل الفاونديشن عشان بيقلل او بيضيق المسام الواسعه دي، عشان البشره ما تتاثرش من اللي احنا بنحطه. تمام. وبيخلي شكل الفاونديشن احلى، يعني انت لو حطيتي مثلا فاونديشن وخرجتي قلت لا مش هيحصل له حاجه، لا انت لو خرجتي وبعدها بشويه هتلاقي الفاونديشن طبعا شكل العين يعني بتاعه مش حلو. خلينا نقول ان هو البرايمر ليه فايده، نحط احنا نحط قبل الميك اب عشان كمان الشكل المظهري بتاع الفاونديشن يكون شكل تمام، الفينش بتاع اللوك يبقى اي خطوط يبقى بشره صافيه تمام. تمام يعني عشان هو بيخلي شكل الفاونديشن احسن.
تمام. طيب العرايس بقى اللي بيجوا لك بقى قبل ما بيكونوا معاكي يوم يوم الفرح او يوم ما تحطي لهم الميك اب، يعني تنصحيهم بايه؟ بصي، هو اكتر حاجه بنصح بيها شرب الميه، اللي انا بنصح بنفسي بيها اصلا شرب الميه جدا. تشربي ميه كتيره جدا جدا جدا، وترطبي ترطبي بشرتك يعني كتير، كريمات مرطبه اصلا في الشتاء، فلازم ترطبي بشرتك كتيره جدا، عشان برضو عايز اقول معلومه، كل البنات بيبقوا مفكرين ان هم يجوا عند الميك اب ارتست الميك اب هيبقى سحر بقى، هيداري لي اي حاجه، انا مش ههتم ببشرتي، انا كده هطلع حلوه يوم الفرح. لا، البشره لو مجهده او مش حلوه فاش نضر، بتأثر طبعا بتأثر جامد، فعشان كده بقول اهتموا ببشرتكم عشان الشكل الفاونديشن بيبقى احلى، او الميك اب عموما بيبقى حلو. رساله من بيت عبدو شيما يا جماعه، العرايس المقبلين على الزواج اهتموا ببشرتكم، اشربوا ميه، علشان ده يعني هنشوف نتيجه احسن لما تحطوا الميك اب. مش الميك اب هو اللي هيخلي الشكل مظهري واو وانت مش مهتمه بنفسك. هما بييجوا يقولوا لي احنا عايزين زي كذا، طب ماشي مثلا معلش دي عروسه بشرتها حلوه، فاوريدي الميك اب هيطلع عليها حلو. يعني انت بتجيبي افتر وبيفور، افتر يبقى واو، طب شوفي بيفور ايه. بس طيب عايزين نعرف بقى العروسه اللي بتجي لك اليوم ده طبعا بتكون متوتره جدا جدا، انت بقى بتتعاملي معاها ازاي؟ لا انا حد لذيذ جدا مع العروسه، عارفه حد يعني يقعد يتكلم مع اصلا حته السكره يا الله يخليك الله. يعني بقعد اتكلم معاهم قبل ما اعمل ميك اب، اشوف اللوك اللي هم عايزينه، بشوف شخصيه اللي قدامي، بتحب مثلا لوك يبقى تقيل، لا سيمبل، ومعظم البنات دلوقتي بيبقوا عايزين اللوك سيمبل خالص. انا عايزه ابسط حاجه عندك، فبقعد طبعا اتكلم معاهم واهزر واضحك، بحيث ان انا اخرجهم من التوتر اللي هم فيه. يعني في ناس كتير متوتره ومشدوده وخلاص، لا اهدوا بالراحه عشان ده يومكم، وعايزين نبقى براحتنا عشان الميك اب يطلع حلو. يعني انت عايزه تقولي ان انت بتسمعي ليهم جدا. طيب جدا بتنفذي اللي هم بيطلبوه ولا انت على حسب البشره او ال؟ بصي، هو انا في ناس مثلا بتيجي تقول لي انا عايزه ابقى بيضه، وهم سمر مثلا يعني قمحوين حتى، فبعد اقول لهم يعني الشكل العام مش هيبقى حلو، هتجيري بعد كده، هتقلبي بجري، لا احنا بنقعد نتكلم مثلا، اقعد شويه اهديها واقول لها انا حاسه ان ده هيبقى احسن عليكي، لو حطيتي مثلا لبستك لونه كذا هيبقى حلو عليكي، فبحاول انا وهي نوصل لحل يرضينا احنا الاثنين، بس برضو ما مخرجهاش من يعني من عندي غير وهي راضيه عن نفسها. يعني خلينا نقول ان انت بتعطيها نصيحه، يعني بتقولها ايه اللي ليق عليكي وايه اللي ما ليقش عليكي. انا مش من النوع اللي مثلا ايه انا اقعدي وانا هعمل لك الميك اب وخلاص، لا انا بعد اتكلم. في ناس في ميك اب ارتست ممكن تقول لا انا شايفه اللي هيليق عليكي كذا يبقى هو ده، وما بيديش مساحه للي قدامه ان هم يتكلموا، لا انا مش كده، انا بالعكس انا عايزاها تبقى قاعده مبسوطه ومطمنه ومرتاحه، عشان تبقى حابه اليوم بتاعها، ما اقفلهاش من قبل. صح، احييكي والله يا عز. طيب مين بقى بيشجعك؟ بصي، هو يعني اكتر حد ماما، مامتي. وبعد بص احنا يا جماعه برضو انا من برنامجنا بنوجه لها يعني كل التحيه وكل الشكر ليها، انت يعني وقفتي جنب عزه وشجعتيها وسندتيها. لا الصراحه ماما يعني ربنا يخليها اكتر ربنا حد، وجوزي حبيبي برضو، اهلي، اصحابي، ليا اصحاب كتيره جدا ما شاء الله يعني عليهم، بيشجعوني جامد وبيعايزيني على طول ابقى حد يعني بروفيشنال جدا. طب احنا برضو احنا معانا صور كده، احنا فيك عرضنا صور في الفاصل، بس لو مخرجنا الجميل يعني ظهرنا تين عشان نتكلم عنها برضو، على ما صور ما تحضر هو الصور هي معانا. طيب كلمينا، ده برضو لك عروسه؟ ده لك عروسه. تمام. كانت لفت طرحه، لفت البنش. دي نفس هي العروسه برضو. ده مناسبة، دي كانت خطوبتها، خطوبة. حلو جدا اللوك. انت فعلا بتستخدمي يعني دايما خدتي بالي لوك بسيط وسيمبل خالص. ما هو عشان انا لاحظت كل اللي عايز يعمل ميك اب عايزه سيمبل. سيمبل. اللوك ده برضو على سيمبل خالص. طب عايزه اطلع المواهب اللي عندي، بس هما بيقولوا لنا لا احنا عايزين نبقى ده. احنا كده اهو الصور، في صور تاني ولا خلاص كده؟ في صور كمان معانا برضو. انا خدت بالي فعلا ان كل تقريبا كل عرايس او كل مناسبات اللوك خالص بسيط وحلو جدا. طيب كنا عايزين نعرف منك بقى برضو، كلمينا كده عن انواع البشره. بصي، هو في بشره حساسه، وبشره دهنيه، وبشره مختلطه، وبشره عاديه، وبشره جافه. البشره العاديه اللي هي بتبقى عاديه ما فيهاش اي ديفوف اي في البشره، زي بتاعه الاطفال،
يعني يا ريت يبقى كل البشره عاديه. البشره الدهنيه اللي هي معظم البنات بشرتهم دهنيه وبيبقى في الصيف بتبقى صراحه يعني لو ما اهتموش بيها بتبقى في الميك اب مش لذيذه. فعشان كده دايما اقعد اقول اهتموا ببشرتكم اهتموا ببشرتكم عشان حتى الفاونديشن ما بيتحط على البشره بيفرق. لو بيفرق حتى لو انت مستخدمه اعلى حاجه برده بيفرق. في بشره مختلطه اللي هي بتبقى هنا وهنا وهنا بتفرز دهون. البشره الحساسه بتبقى فيها حبوب بتبقى حمرة ملتهبة. بشرة جافة بقى في الشتاء دي بتبقى مقشرة دايما. وعايزة اقول برضو معلومة، البشرة الدهنية في ناس كتير تقولك لا انا مش هحط كريم ترطيب في الشتاء عشان بشرتي، لا انت اصلا البشرة الدهنية دي بتفرز دهون فانت لازم تعودي الدهون اللي هي افرزتها لازم تحطي كريمات مرطبة. بس دايما اغلب البنات او في بعض مننا كتير جدا يعني بيبقى بشرتها المختلط. هي بشره حلوه يعني بشره مختلطه برده حلو. البشره الدهنيه هي اللي بتبقى فيها صعوبه شويه مع الميك اب وعموما اصلا كمان في الفاونديشن كمان. هو الفاونديشن عايز اقول برده معلومه ان هو بيظهر يعني بيظهر اي حاجه. فعشان كده دايما بعد اقول اهتموا ببشرتكم اهتموا ببشرتكم عشان يعني صح. برده بيشرب الميه برده بيشرب الميه برده لو تعمل مثلا سكربات لو هي مثلا يبقى لها روتين ماشيه عليه على طول برده ده يفيدها في عموما. حتى لو هي مش هتحط ميك اب او مش حتى لو شيوم الفرح عموما هي لازم تبقى بشرتها حلوه طبعًا. ومش شرط بقى ان انت كل شويه تحطي ميك اب والكلام ده عشان برضو الفاونديشن يوميا مش حلو على البشره خالص 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 مرهق جدا على البشره تقيل تقيل جدا. طيب ولو اتكلمنا بقى عن انواع العيون. اوكي بصي هو في عيون مبطنه اللي هي توتا وفي عيون واسعه. العيون الواسعه دي انت بتقدري تعملي فيها اللي انت عايزاه. بيبقى عندك مساحه ان انت تلعبي فيها براحتك. في مساحه. عندك العيون الصغيره اللي هي بيبقى العين نفسها صغيره وده يفضل ان انت بتحط لها مثلا كحل بيج ابيض عشان توسع. باستثناء في عيون صغيره بيليق معاها الكحل الاسود. الكحل الاسود مش بيليق على الكل يعني مش على الكل. ما في يعني انا عن نفسي ما بحبش فيها الكحل الاسود. لو في ناس ما بتحبش الكحل الاسود الا بالفول ميك اب. انا شخصيا ما بحبوش لوحده كده، لا انا بحبه مع الفول ميك اب لوحده لا ما يعني خلينا نقول يعني عيون طته كده عيون مبطنه. بس يا شيخه بالحلاوه دي يعني ما شاء الله العين انا شايفه زيها زي العين واسعه عشان اللاشز بس مديها واسع. بس هي عيونها يعني مبطنه. طب غمضي عينيك بقى كده خلينا مخرجنا الجميل والكاميرا تجيب اللوك اللي حطاه زازه ليكي. ايوه حلو اللون كمان. انت حاطه لها درجات ايه بقى؟ اللي هي الطوبي. الطوبي دي اللي هي طالعه المود او عامه حتى كل سنه بتبقى اللون ده. اللي هي الطوبي دي برده بحس ان هي هي على طول موضه برده ما بيروحش عليها الزمن يعني هي على طول موضه. عزه هو احنا لازم لما نحط الفاونديشن نحط بعديه الكومباكت باودر اللوز باودر عشان نثبته. اللوز باودر الاول عشان نثبته بعد كده الكومباكت باودر عادي بقى تصحيح بقى مثلا حطيتي كونتور وعايزه مثلا تنضفي. بس اللوز باودر بيبقى افضل عشان تثبيت. ما ينفعش تحطي فاونديشن وتسيبيه كده وتقول لي خلاص لا لازم تحطي لوز باودر عشان يثبته. وفي الاخر مثلا لو في فيكس بلس ترشيه بحيث ان هو بيظبط برده شكل البشره. طيب كنا عايزين نتكلم كمان عن تركيب الرموش. في بنات كتير جدا ما بتعرفش تركب الرموش فانت تنصحيها بايه؟ يعني بصي هو انت لو هي مش هتعرف تركب الرموش برده كل حاجه يوميا غلط. تمام خلينا متفقين على كده. لو كل حاجه يوميا غلط هي لو ما بتعرفش يعني تجرب كتير جدا يعني مش من اول مره مش من اول مره هتعرف تركب رموش. هي عادي تجيب مثلا الرمش وتحط جلو وتسيبه شويه ينشف وبعد كده تجيب مرايه وتحاول على قد ما تقدر ان هي مثلا تنزل عينها وتحطه من النص كده وتبدا تعمله من الطرف هنا والطرف هنا ويثبت معاها. بس ما ينفعش تحط جلو وتروح حاطه اللاشز على طول. تستنى شويه على ما ينشف بحيث ان هو ما يبهدلش الدنيا يعني فوق الجفن وكده. طب كلمينا بقى كده احنا معانا وقت بقى فعايزين نسال كام سؤال كمان زياده. عايزين نعرف منك بقى الالوان الموضه بتاعت الروج اللي مثلا في الشتاء بتاع 2020 ايه اللون اللي هو الالوان اللي انا حاساها موضه النود برضو. الالوان اللي هي النود الهاديه. الالوان الهاديه دلوقتي بقت ترند جدا بقت موضه. يعني ما قليل قوي بقى دلوقتي اللي يحط لبسك احمر. يعني على حسب بقى
العروسة أو البنت اللي بتعملها ميك اب لو هي مثلا بتبقى حابة اللوك يبقى جريء فتقول لك أنا عايزة لبستك أحمر مع شادو كتير يعني كتير. طبعا دي ما بلاهاش بسهولة. طب هو الهايلايتر، الهايلايتر ده أحطه في أي لوك ولا ليه وقت معين؟ بصي هو الهايلايتر ما ينفعش بالنهار، لو انت خارجه كل يعني مثلا الجامعه راحه بالنهار خارجه بالنهار لا ما ينفعش يعني بالنهار يبقى سيمبل يعني لو في سهره عروسه اوكي باش بتحطي، بس باستثناء لو انت عندك مثلا حبوب في البشره بيظهر اكتر بيظهرها عندك اي ضفوف في البشره بيظهروا، فلو انت بشرتك تمام والفونديشن شكله حلو بتحطيه طبعا عند مثلا عظمه عند الخد كده فبيبقى شكله لطيف هنا كده هنا بيبقى عند الهايلايتر اللي بيكون فيها لو عندك اي ضفوف في البشره بلاش عشان بيظهروا اكتر. طب تنصحي بنات الجامعه يحطوا لوك ايه طيب هما رايحين الصبح الجامعه؟ بصي هو انا يعني انا بنصحهم ان هما مثلا يبقى اي تحديد حواجب بسيط، لبستك برضو بسيط، لو كونسيلر مثلا يدير الهالات لو عندهم ما عندهمش يبقى افضل ان هما يخرجوا كده. انا طبعا كنت في الجامعه عايزه احط وكلام من دوت، بس بعد كده اكتشفت لا ان انا اخرج كده بطبيعتي على قد يعني سيمبل على قد ما اقدر عشان ما اتعودش ان انا ابقى فول ميك اب على طول. طيب سريعا كده هنتكلم عن البلاشر او اسمه تمام اوكي بلاشر. طيب احنا بنحط اللون على حسب الروج ولا على حسب فوق العين ولا؟ بس هو دايما بيبقى فيه كده سنس بين الميك اب يعني توفقي بين الشادو والليبستيك والبلاشر فما ينفعش انت مثلا تحطي ليبستيك لون والبلاشر لون والشادو لون تاني. عزه محمد ميك اب ارتست نورتيني النهارده حبيبتي بجد كنت مبسوطه بيكي جدا ومعلوماتك اللي كمان نورتنا النهارده الموديل الجميله تتا ربنا يخليك ان شاء الله حبيبتي تنورينا دايما كده مع بعض ان شاء الله. انا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكي والله وتتا العسل ديت اللي عملت لها اللوك ما شاء الله اللوك كان عليها زي القمر ما شاء الله عليكي حبيبتي تسلم ايديكي ربنا يخليكي ميرسي ليكي حبيبتي انت نورتينا ولبيكي دعوتنا وكنت معانا النهارده يا عزه محمد. احنا طبعا عرضنا رقم تليفونك والصور اللي كانت معانا ليكي كلها تمام. طيب وبرضه احنا عايزين نشكر باشمهندس ابراهيم اللي كان معنا الفقره الاولانيه وكده للاسف بقى خلاص انتهت حلقتنا. استنونا مشاهدينا ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي من الساعه 4 في برنامج بيت عبده وشيبه، بس ان شاء الله يعني ان شاء الله عبده هيبقى موجود معنا الحلقه الجايه. شكرا مشاهدينا.